حمراء. لا لا تجيبني الكندرة السوداء. حلو النوع الأسود. لك دخيل الأسود شوي يقبرني الأسود. الأسود ليش بيلبق لمين ما كان؟ ايه حبيبي يلا بحكيك بعدين. أهلا وسهلا أستاذ. يعطيك العصفة. يا أهلا وسهلا نور المحل. نورت العيادة. منورة بوجودي. سعدة أنا سعدة محسوبتك سعدة. ولو في حدا ما بيعرفك يا سعدة يا بعدها يا ميت أهلين وسهلين. شو أستاذ جاي شوف الدكتورة؟ أنا؟ لا لا جاي شوفي. وأنا هيك قلت لأنه حضرتك بتعرف إنه الدكتورة بمؤتمر طبي بالأردن وما حترجع لبعد بكرة. بقى شو قررت سجل لك؟ حشوات ضوئية مؤقتة ولا دائمة؟ ولا بتحب تبييض؟ لا والله مالي مرة بالطبيب، بس كان عندي درس العالم ينبت شكله ردرجة، فبنجي وقت تاني إن شاء الله. كنتوا موتوا سلبناها عليكم. أكيد على بالكم. يا سيدي وينك؟ بشرفي أنا ابن جد، أنا عرفت دغري إنك بالبلكون. عماد؟ عماد؟ ألو عماد؟ ألو، أيوة مين؟ أهلين؟ أهلين نادر، شلونك؟ تعال الشاي سخن، صب لك كاسة وغير أواعي، خلينا نبلش. بدها همة اليوم ها؟ يلا شد حالك. إذا كان شكلنا كثير رح نشتغل اليوم. اللهم اجيبك يا طولة البال. طيب يعني مو ناقصك ورد، بريق، قلب مع سهم، أي شيء؟ بلا. طيب ليك إذا بدك بوصلك إياهم على البيت. لا لا، بكره أنا وأمي نازلين على السوق. طيب شو رأيك تجي لحالك بلاها أمك؟ والله بخاف منها. شو قصدك؟ أمي بتخوف؟ لك لا لا مو هيك قصدي، قصدي قليل أدب. لك حمار أنا، شبك يا حمار؟ لك فعلا إنه ما هو حق معلمك يطلق لك حمار، ما أحمر منك إلا أنت. حاضر دكتورة. تفضلوا. شلونك سعدة؟ أهلا وسهلا دكتورة ريم، كيفك؟ الحمد لله. شو؟ حبيبتنا ورفقتنا لسه ما رجعت من الأردن؟ والله بكرة جاية وبعد بكرة بدها تضوي علينا إن شاء الله. منيح، على القليل بشوفها قبل ما أترك العيادة الأسبوع الجاي. شو دكتورة ريم بدك تحرمينا هالجيرة الحلوة؟ ما بستغني يا سعدة، ببقى بطلطل عليكم. بتعرفي دكتورة ريم كتير ناس بيخربطوا بيكونوا جايين لعند حضرتك بيفوتوا عند دكتورة ريما. مو شكلي يعني، ما في فرق بين الجيران. لا لا دكتورة دخيل الله لا تفهميني غلط، وحياة الله بس حدا قال لي بدي الدكتورة ريم فورا مدله على غرفتك. بتعرفي هداك اليوم اجا واحد من عنا من البلد وسألني قال لي الدكتورة ريم موجودة؟ قلت له ايه طبعا موجودة بغرفتها، وحدا دليته لعندك ما خليته يدخل على غرفتنا ابدا ابدا وحياة الله يا دكتورة. سعدة حاجة لعي ما بتزهقي؟